عايزين بقى نلحق نشبع منه عشان ممكن ما نعرفش نجيبه تاني زي الأول، عشان سعره هيغلى وشكلنا كده هندور على حاجة تانية نفطر بيها. أكيد بنتكلم عن الفول. سعره هيغلى قد إيه وإيه اللي حصل له وهنفطر إيه بعد كده؟ جايين عند الأكلة اللي ما نقدرش نستغنى عنها، دي الأكلة الوحيدة اللي غني وفقير متفق عليها. للأسف دي الحقيقة، سعر الفول فعلا غلي والمطاعم أكيد هتغلي علينا الفترة الجاية، ووصل سعر كيلو الفول ل 30 جنيه، يعني زاد بنسبة حوالي 2.8%، وده حسب اللي أعلن عنه من يومين مؤشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. وطلع الدكتور محمود عبد المحسن رئيس قسم المحاصيل الزراعية والبقوليات بمركز البحوث الزراعية، وقال إن زيادة الأسعار دي مش على الفول البلدي بس، في زيادة في الأسعار على مستوى العالم ومش في مصر بس، ودي نتيجة طبيعية للحرب الروسية الأوكرانية. وكمان مش ده بس السبب، قال كمان إن متوسط استهلاك الفرد من الفول في السنة حوالي 6 كيلو، وعدد سكان مصر أكتر من 103 مليون نسمة، ومصر كل اللي بتنتجه من الفول بيغطي حوالي نسبة 30% من احتياجات الشعب له، والباقي بنستورده من الصين أو من إنجلترا. يعني برضو دي تكاليف زيادة بسبب أزمة الاستيراد وارتفاع الأسعار. وقصاد ده مصر ما عندهاش اكتفاء ذاتي من الفول البلدي، لأن الدورة الزراعية ما بتسمحش بزراعة كميات كبيرة من الفول في مصر، لأن مساحة الأراضي محدودة، وكمان بيدخل معاه منافسة في المساحات الزراعية زي مساحة زراعة القمح والبرسيم، والاتنين مهمين ما ينفعش نستغنى عنهم، سواء المحصول الاستراتيجي أو العلفي. عشان كده مفيش مساحات كافية لزراعة الفول، وده حسب كلام الدكتور إبراهيم حسيني وكيل كلية الزراعة جامعة المنوفية. وعشان كده وقصاد استهلاك الشعب الكبير، لازم نزود ونستغل الأراضي في المشروعات الجديدة، زي مشروع مستقبل مصر وزراعة مساحات كبيرة من الفول على الأقل 50,000 فدان فول بلدي في السنة، عشان ما نفضلش دايما نلجأ لعملية الاستيراد. وعشان كده قصاد استهلاك الشعب الكبير، لازم نزود ونستغل الأراضي في المشروعات الجديدة، زي مشروع مستقبل مصر وزراعة مساحات كبيرة من الفول على الأقل 50,000 فدان فول بلدي في السنة، عشان ما نفضلش دايما نلجأ لعملية الاستيراد اللي هي أصلا صعبة دلوقتي بسبب ان اسعار الشحن والطاقة ارتفعت وتعطلت سلاسل الامداد. لكن احتياج الشعب من المنتجات الزراعية ده مش في مصر بس، ده في العالم كله، وبرضه اوروبا الايام دي بتعاني من زيادة الاسعار. لكن قال وكيل كلية الزراعة ان مصر بتعاني من التجار بسبب استغلالهم وتعمدهم في احتكار المنتجات في وسط الازمة، علشان يرفعوا السعر على المستهلك زي ما بيعملوا في الرز، رغم ان مصر اصلا عندها اكتفاء ذاتي منه. بمعنى اننا كل اللي محتاجين ورقابة على التجار وتطوير السياسات الزراعية، ونتوسع شوية في المشروعات الزراعية ونزرع محاصيل بقولية وزيتية أكتر تغطي بيها احتياجاتنا. نتمنى إن الأيام الجاية ما نلاقيش زيادة أكتر من كده، أو يبقى في حلول قصاد الزيادات دي ويبقى في حد ليها.